أنا كمان مش طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، أولاً شكراً لسامية، شكراً لجودي، شكراً لأشرف، وشكراً لأميليا على الكلمات الرائعة. ضيوفنا الأكارم، أرحب بكم وبكن جميعاً في مؤتمر شبكة أريج 16 في بلدكم الثاني الأردن، فقد جئتم أهلاً ووطئتم سهلاً. يشرفني أن أقف أمامكم باسم مجلس إدارة شبكة أريج، الأعزاء بيا، أسيل، زاهرة، فريدريك، أندرس، مع حفظ الألقاب، وهي المؤسسة التي تعمل على تدريب صحفيين وصحفيات في كل أنحاء الوطن العربي في مجال التحقيقات الاستقصائية، وذلك إسهاماً منا في تعزيز الديمقراطية وكشف الحقيقة وترسيخ مبدأ الشفافية. ورغم سعادتنا الغامرة بوجودكم معنا، إلا أننا لا يمكننا تجاهل المسألة الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بسلامة الصحفيين والصحفيات. وحولنا هنا صور وقصص لصحفيين وصحفيات استشهدوا خلال الشهرين الماضيين في معرض لأريج بعنوان باقون معا حتى لا ننسى. السيدات والسادة، في عالمنا اليوم تتعرض الصحافة إلى تهديدات مستمرة. الصحفيون الذين يسعون بلا كلل وراء الحقيقة يتعرضون بشكل متزايد للقتل والترهيب والعنف والتضييق. فقد شاهدنا صوراً موجعة جداً في غزة وفي فلسطين خلال الأسابيع الماضية، لم تكن لتصلنا لولا كاميرا ومايكروفون الصحفيات والصحفيين الذين خاطروا بحياتهم من أجل أن يوثقوا الحدث لنا وللتاريخ. في هذا العام دعمت أريج الصحفيين والصحفيات والوصول إلى المعلومات على الرغم من كل المخاطر التي تواجههم، فكانوا حاضرين في زلزال سوريا وتركيا ولبنان والحرب في السودان والزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، وكل هذا يذكرنا أن الأخطار التي يواجهها الصحفيون والصحفيات أثناء سعيهم لإطلاع الجمهور على القضايا المهمة هي أخطار حقيقية واضحة للعيان. لذا من الضروري أن نقف معا متحدين لضمان سلامة الصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة المستقلة وتعزيز نهج التحقيقات الاستقصائية التي تعد ركيزة حيوية في المجتمع الديمقراطي، لأنها تبحث بعمق في القضايا التي قد يتجاهلها الآخرون وتكشف الفساد وتحاسب أصحاب المصالح الشخصية وإساءة استخدام السلطة. خلال عام 2023 وعلى مدار ما يزيد عن 160 يوماً، قامت شبكة أريج بتدريب ما يربو عن 3400 زميل وزميلة على امتداد الوطن العربي، أكثر من نصفهم نساء، وعقدنا أكثر من 300 جلسة فردية مع الصحفيين في مواضيع الأمن والسلامة الشخصية والرقمنة والقانونية والنفسية والمهنية. وتابع فريقنا التحريري على مدى أشهر طويلة أكثر من 30 زميلاً وزميلة تدربوا وأنتجوا ونشروا تحقيقات استقصائية على أعلى مستوى. السيدات والسادة، حصدت أريج هذا العام أكثر من 20 جائزة وتقديراً أردنياً وعربياً ودولياً، ووقعنا حوالي 40 مذكرة تفاهم مع شركاء في النشر والابتكار وتدقيق المعلومات. كما قدمت الشبكة العربية لمدققي ومدققات المعلومات جهوداً استثنائية كبيرة في التدريب والتشبيك والابتكار. إننا في شبكة أريج نثمن دور الحكومات والمنظمات والأفراد الذين يدعمون عملنا وكل أشكال الصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات،
ويلعبون دوراً رئيسياً في ضمان سلامة الصحفيين والصحفيات وتزويدهم بالموارد اللازمة والتدريب والحماية القانونية لمزاولة عملهم دون خوف. وبفضل عطائكم الكريم والمستمر نمضي قدماً في رحلتنا نحو الحقيقة والشفافية، فشكراً لدعمكم المستمر لهذا العمل الحيوي. وأود أن أشيد بجهود فريق عمل شبكة أريج بقيادة المديرة العامة روان الضامن شعلة النشاط، وكل الجنود الذين يعملون معها، فلهم ولها منا كل الامتنان والتقدير. شكراً روان. أما وأنني وبعد هذا المؤتمر الهام سوف أنهي عملي كرئيس مجلس إدارة شبكة أريج لأعود عضوة في مجلس الإدارة، فإنني أود أن أشكر بشكل خاص من قامت بتأسيس وبناء هذه المؤسسة الرائدة عام 2005 في الأردن، الصحفية القديرة رنا الصباغ. إذ بدأت آنذاك تعمل في 3 دول عربية، والآن تعمل الشبكة في كل الدول العربية، وفريق العمل بها 40 زميل وزميلة من حوالي 10 دول عربية، كما أن عدد المستفيدين من خدمات أريج المهنية المجانية من صحفيين وصحفيات استقصائيين ومدققي ومدققات معلومات في العالم الواحد يتجاوز 100. فلا بد أن تشعر رنا ونشعر جميعاً بالفخر لهذا الإنجاز. وأود أن أشيد بجهود الزميلة العزيزة كيم غطاس لعملها الدؤوب في حوكمة آلية عمل أريج، والتي تشرفت أن أعمل بمعيتها وهي رئيسة مجلس إدارة الشبكة. نحيي من هنا التضحيات التي يقدمها الصحفيات والصحفيون في كل مكان، وأخص بالذكر زملائنا في فلسطين، ونكرم تفانيهم في السعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار وموئلاً لكل ملهوف في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لحسن استماعكم. الآن أنا تحت أمر سامية، هل أطلب من أعضاء مجلس الإدارة يطلعوا الآن لأخذ صورة تذكارية؟ نعم بالتأكيد. ومع روان ولا نأخذها لبعدين؟ القرار إليك سامية. تفضلوا أعضاء مجلس الإدارة تفضلوا، وطبعا روان بليز. جاب اطلع يلا.